هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نصل وياكم الى شوطنا الخامس عشر الخاص بفئه الجعدان المحليات الى صايل. نسير وياكم مباشره نحو المقدمه نحو الصداره والبدايه الاولى. من يستفتح اذاعتي هذا الشوط الا وهو شتان من يتقدم على المقدمه والبدايه الاولى لمحمد بن عبد الله بن معضد النيادي من يتقدم على المقدمه والبدايه الاولى، بينما المركز الثاني الوصول من النشمي لجاسم بن خليفه بن خميس العمري من يتحرك على ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات الوصول والقدوم من ورسان أحمد بن سعد بن محمد بن سعد الكعبي من يتحرك في هذه اللحظات، بينما الوصول في رابع المراكز من مايهاب حمد بن محمد بن سالم بن العامري من يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول من ضمن الوصول في خامس المراكز من ضمضم لحمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي، والمركز السادس القادم لا الباسل من يتحرك سالم بن مطر بن حاذة الكتبي من يتحرك على المركز السادس. المركز السابع وصل مشكور لمفتاح بن علي بن محمد النعيمي، والمركز الثامن القادم الشهم عمار بن سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي من يتحرك على المركز الثامن، بينما المركز التاسع القادم والواصل في هذه اللحظات اللي واصل شاهين سالم بن سهيل بن صالح العامري، بينما نقلتنا الى عاشر المراكز الى عاشر التحديات وصل الان النصر خليل بن راشد بن علي الشامسي. هكذا هي النتيجة، نختم ندائنا مع هذه الاسماء والشعارات الكبيرة، وهكذا هو ندائنا الاول للعشر المراكز الاولى للعشر المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط والباحثة عن الفوز والانتصار. ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. شتان من يتقدم، محمد بن عبد الله بن معضد النيادي من يقدم لنا شتان على المقدمة والبداية الأولى، بينما الوصول من مايهاب حمد بن محمد بن سالم العامري، وثالث المراكز القادم النشمي لقياد لجاسم بن خليفة بن خميس العمري من يتحرك على ثالث المراكز. المركز الرابع القادم والواصل في هذه اللحظات هنالك ضمضم لحمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي من يصل على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من مشكور مفتاح بن علي بن محمد النعيمي من يتحرك في خامس المراكز. الله الله الله، يا هي من معركة ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات الكبيرة والجميلة. ولكن المقدمة الصدارة الأولى مايهاب على المقدمة، مايهاب اللي غير نحو المقدمة والبداية الأولى إلى الفوز والانتصار، متجه إلى الفوز والانتصار. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير الفاصل عن الفوز والانتصار، إلى أين يا ترى سيتجه ناموس هذا الشوط؟ بدأت تزيد السرعة ما بين هذه الأصايل، ما بين جعدان المحليات، لكن المقدمة الصدارة الأولى. التغيير من يجري على مقدمة هذا الشوط، مشكور من يخطف مقدمة هذا الشوط، مفتاح بن علي بن محمد النعيمي من يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني وصل الآن هنالك النجمي جاسم بن خلفان بن خميس جاسم بن خليفة
بن خميس العمري من يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وصل مايهاب لحمد بن محمد بن سالم العامري. يا سلام يا هي من معركة، يا هي من معركة ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات، ثلاثية كبيرة، ثلاثية جميلة. الله الله الله، مايهاب مايهاب متجه إلى الفوز، إلى الانتصار. الله يا حمد يا بن محمد يا بن سالم يا العامري، من يقدم لنا مايهاب؟ تهانينا والناموس على هذا الفوز، على هذا الانتصار الذي يقدمه مايهاب بهذا الأداء الكبير، بهذا التحدي الجميل. هذا هو مايهاب على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الكبير بينما التغيير. الله 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 الله، هنالك النجمي، النجمي من يغير. تهانينا والناموس لمالك النجمي جاسم بن خليفة بن خميس العامري، العمري المركز الثاني. وصل هنالك مايهاب حمد بن محمد بن سالم العامري المركز الثالث. مشكور لمفتاح بن علي بن محمد النعيمي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. حوجة إلى التوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية بالوفاي والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.